الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. يقول في الهامش: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. أي يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء: دم الحيض الذي يكون في حال الصحة بعد 9 سنوات قمرية من عمرها غير مسبوق بولادة، ده يسموه دم الحيض. أما النفاس فهو أيضا دم صحة يعني عافية، ويكون بعد ولادة في سن الإمكان. والاستحاضة دم مرض وليس صحة، يخرج في غير أوان الحيض بصفات مخصوصة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة بل للجبلة، من غير سبب الولادة بل للجبلة، يعني طبيعتها كده، هكذا خلقها الله في صورتها السليمة أنها تحيض من غير سبب الولادة، فخرج النفاس. وقوله: ولونه أسود محتدم للذاع، ليس في أكثر نسخ المتن في الصحاح احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، ولذعته النار حتى احرقته. ثم بعد ذلك يتكلم على النفاس وتعريفه. نقرأ حاشية الشيخ البيجوري على ما قرأناه سابقا في المتن والشرح. يقول: فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، أي في بيان تعريف كل من الثلاثة، وبيان قدر كل من الحيض والنفاس، والمدة التي تحيض فيها المرأة، وبيان حكم الحيض ومثله النفاس. ولم يذكر أحكام الاستحاضة، وإنما ذكر تعريفها فقط، لأن الاستحاضة هي دائم حدث، واتكلم قبل كده على دائم الحدث اللي عنده سلس بول أو انفلات ريح أو دم نازل من المرأة على غير العافية في غير زمن الحيض أو النفاس، فتكلم عليه أحكامه في باب دائم الحدث قبل ذلك. ولكن هنا عرف الاستحاضة فقط، ولم يتكلم على باقي أحكامها، لأن أحكامها تدخل في دائم الحدث. والأصل في الحيض، والأصل يعني الدليل، الأصل هنا هو ما يقوم عليه الشيء، وهو الدليل. الأصل في كتب الفقه هو الدليل الذي يقوم عليه الحكم، حكم الشيء. والأصل في كتب الأصول
أحيانا يطلق في باب القياس ويراد به الصورة المقيس عليه، الصورة المقيس عليه. فمثلا نقول أن الخمر مسكر وكل مسكر حرام، فيطلع لنا أي سائل كده ما نعرفوش ويطلع مسكر نقيسه على الخمر، فيبقى الخمر هي الأصل، ونقيس المسكر ده على الخمر فيسموه الأصل أي المقيس عليه في باب القياس. فهنا ما يقول الأصل والأصل في الحيض أي الأصل في حكم الحيض أي الدليل، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض أي الحيض، قل هو أذى. وخبر الصحيحين هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وحاضت حواء يوم الثلاثاء، وإنما أخر هذا الفصل عما قبله اللي هو فصل النجاسات والتخلص منها، أخره عن الفصل الذي قبله لأنه مختص بالنساء وما قبله مشترك بين الرجال والنساء، لأن التخلص من النجاسات وغسلها ومطلب معرفة أنواعها ده يشترك فيه الرجال والنساء، فقدم ما اشترك فيه الرجال والنساء على ما اختصت به النساء، فأخر الحيض والنفاس والاستحاضة لأنها مما يختص به النساء فقط. قوله ويخرج من الفرج أي خروجا مبتدأ من الفرج، فمن للابتداء أي يخرج ابتداء من الفرج، يعني أصلا ابتداء خروجه من الفرج أي ابتداء ظهوره من فرج المرأة، أي خروجا مبتدأ من الفرج فمن للابتداء، تقول من وإلى، يبقى من قد تستعمل للابتداء وإلى تستعمل للغاية، فمن للابتداء. والمراد بالفرج القبل، فهو طريق للخروج، يبقى القبل نفسه طريق الخروج، لكن هو الحيض نفسه خارج من ايه، من الرحم، لكن طريق خروجه القبل. وقوله ثلاثة دماء أي فقط، يبقى أي دم يخرج من قبل المرأة لا يخرج من كونه واحد من ثلاثة، إما حيض أو نفاس أو استحاضة، إن كان في حال الصحة بعد سن الإمكان وغير مرتبط بولادة يسموه حيض، وإن كان في حال الصحة في سن الإمكان بعد ولادة يسموه نفاس، وإن كان قبل سن الإمكان أو بسبب مرض وغير مرتبط بولادة يكون يسموه استحاضة، فسهل. ولا يرد دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة، لأن الأصح أنه دم استحاضة فهو داخل في الثالث اللي هو الاستحاضة. والكلام فيما يخرج من الفرج من الدماء فلا ينافي أنه يخرج منه البول والمذي والودي أيضا، يبقى هو بيتكلم ما يخرج من الفرج من الدماء، ما قالش ما يخرج من الفرج مطلقا، فلو قال مطلقا يبقى هيدخل فيه أنواع تانية زي البول وزي الودي وزي المذي، ولكن وزي المني، ولكن أنا بيتكلم على الدماء فقط. قوله دم الحيض أي دم هو الحيض، فالإضافة للبيان يسموها إضافة بيان، دم هو الحيض فيسميه دم الحيض، زي كتاب الأستاذ إضافة برضه للتخصيص، يبقى الإضافة قد تكون للبيان وقد تكون لإيه، للتخصيص أو للملك أو لغير ذلك من أسباب الإضافة. أي دم هو الحيض فالإضافة للبيان، لأن الحيض دم مخصوص ويصح أن يكون من إضافة المسمى للاسم، وهكذا يقال فيما بعد. المسمى هو الدم، الدم نفسه هو المسمى حيض، فبإضافة المسمى اللي هو الحيض إلى الاسم اللي هو الدم، فأضاف الحيض إلى الدم. قوله فالحيض أي إذا أردت بيان كل من الثلاثة فأقوله لك الحيض، يبقى الفاء هنا يسموها فاء التفصيل، فاء التفصيلية، هيبتدي يفصل بقى
هو الاول اتكلم وعايز يفصل، فتقول فكذا كذا، زي ما يجي مثلا واحد يقول ايه كلكم يحضروا الدرس، فمن جاء اولا فليكتب، ومن جاء ثانيا فليسمع، ومن الفاء الاولاني دي هبتدي افصل بقى واقسم، هتعملوا ايه؟ يسموها فاء التفصيليه. فهنا برضو فالحيض، يبقى الفاء هنا فاء للتفصيل وليست فاء عاطفه. فالحيض اي اذا اردت بيان كل من الثلاثه فاقوله لك الحيض كذا والنفاس كذا والاستحاضه كذا، فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر. وللحيض 10 أسماء، الحيض نفسه ليه أسماء كثيرة في لغة العرب، نظمها بعضهم في قوله حيض نفاس دراس طمث إعصار ضحك عراك طمث إكبار، كل دي بمعنى الحيض. يبقى ومنها في القرآن جاء بمعنى ضحكت، وامرأته قائمة فضحكت أي حاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فيعني أتى أيضا بالقرآن بمعنى الضحك والمراد به الحيض. وأوصلها بعضهم ل15، وبعضهم وصلها إنها دي 15، دي 15 اسم مش 10 أسماء. ونظمها بعضهم في قوله للحيض 10 أسماء وخمستها، 10 و5 يعني 15، حيض محيض محاض طمث إكبار. طمث يبقى طمث بالثاء وطمس بالسين، الاثنين من أسماء الحيض. عراك فراك مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار، ومن ضمن أسماء أيضا القرء، والقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر مشترك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء بمعنى الحيض وبمعنى الطهر. ذهب الشافعية إلى أن معناه الطهر، والأحناف ذهبوا إلى أن معناه الحيض. وما يقال من أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أمر أغلبي، وقد تدل على الخسة كما هنا، لأن العرب عادتها انها تكثر اسماء الحاجه اللي بتحبها، فالحاجه اللي ليها شرف ومحبه زائده يكثروا اسماءها، فكانوا بيحبوا الخمره وشغوفين بيها فسموها اسماء كتير. وكذلك تكثر اسماء ما تخافه، الحاجه اللي تخافها تكثر اسماء، فالاسد ليه اسماء كثيره عند العرب عشان كانت تخاف، والبحر ليه اسماء كثيره عند العرب عشان كانوا يخافوا البحر. والله سبحانه وتعالى وإذا عظم الأمر أيضا وزاد شرفه زادت أسماؤه، ولذا الله عملهم بطريقتهم فله الأسماء الحسنى حتى يبين كثرة أسمائه فيبين شرف المسمى، فجعل لله أسماء كثيرة في لغة العرب علمهم إياها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لشرفه كانت له أسماء كثيرة، عدها بعضهم إلى 1000 اسم، وبعضهم أوصلها إلى 700 اسم، وبعضهم أوصلها إلى 201 اسم كما في دلائل الخيرات في أول الكتاب في أسماء النبي. وذكر منها القاضي عياض في الشفة أسماء كثيرة بعضها مستمد من صفات الله عز وجل فوصفه بصفته، وبعضها مستمد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كالمدثر والمدمر والمنذر والمبشر والنذير وشفيق ورؤوف ورحيم وغير ذلك من أسماء الصفات، وبعدها أسماء ذات للنبي صلى الله عليه وسلم وداخل فيها الصفة كمحمد وأحمد وأحيد وأحيد ومهدي ومهدي وغير ذلك. وأحيانا يكون الأسماء كثيرة لخصة المسمى يكتروها ليه؟ علشان لما يجوا يتكلموا عليه يقوموا يكنوا عليه بأسماء كتيرة، علشان خسيس، حاجة خسيسة، فمش عايز كل ما يجي بسيرتها يجيبها باسم واحد، يقوم يجيب سيرتها بأسماء كثيرة، فيبقى أحيانا يدل على خسة المسمى كثرة الأسماء، أحيانا تدل على شرف المسمى، أحيانا تدل على كثرة حب المسمى فيكثرون أسمائه أو شدة الخوف منه
وغير ذلك من الأسباب التي تستدعي كثرة الأسماء. قوله هو يعني تعريف الحيض هو أي شرعا، فبيعرفه تعريف شرعي. وأما لغة فكلمة الحيض في اللغة فهو السيلان، أي شيء يسيل كده ويتدفق يسموه حاضة، يقولوا حاضة الوادي يعني سال الوادي، وهو لغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت الشجرة إذا سال صمغها. وقوله الدم هو الدم، هذا جنس يشمل الثلاثة الدماء. أما يقول هو الدم يبقى جنس، أما يقول هو الدم، والدم احنا قلنا اللي خارج من الفرج ثلاث أنواع، فهيشمل الثلاث أنواع. عايز بقى يبتدي يفصل يقوم يقيد بقى، هو الدم. وقوله الخارج على سبيل الصحة قيد أول، لما قال الخارج على سبيل الصحة خرج الاستحاضة، لأن الاستحاضة خارج على سبيل المرض، لأنها الدم الخارج لا على سبيل الصحة. وقوله من غير سبب الولادة قيد ثاني خرج النفاس، من غير سبب الولادة قيد ثاني يخرج النفاس، لأنه الدم الخارج بسبب الولادة. قوله في سن الحيض كان الأولى أن يقول في 9 سنين فأكثر، لأن قوله في سن الحيض موجب للدور. هو ما يقول الحيض هو الدم الخارج في حال الصحة في سن الحيض دور، كأنه بيعرف الشيء بالشيء، فهمت؟ فده يسموه دور، ضعيف في التعريف. المفروض في التعريف ما تعرفش الشيء بنفسه، لأن أنا عايز أعرف الشيء أو ما أعرفه بنفسه فيسموه دور. لما أعرفه بنفسه يسموه دور، يعني رجعت تاني من حيث بدأت، فلو رجعت تاني من حيث بدأت يبقى أنا ما عرفتش. فعلشان كده قالوا إن لما يقول في سن الحيض موجب للدور، الحيض هو الدم الخارج في حال الصحة من غير سبب ولا في سن الحيض رجعت للحيض تاني، وأنا بحرف الحيض، فالمفروض كان حقه يقول بعد 9 سنين يبقى أحلى، فأكثر في 9 سنين فأكثر، لأن قوله في سن الحيض موجب للدور حيث أخذ المعرف في التعريف. يعني لما أقول الإنسان هو الإنسان ما عرفتوش، لكن أقول الإنسان هو الحيوان الناطق يبقى عرفته، لكن أقول الإنسان هو الإنسان، طب ما أنا عايز أعرف الإنسان، تقول الإنسان هو الإنسان، أنا عايز أعرف من هو الإنسان، فهمت ازاي؟ فاما تيجي تعرف اي حاجه ما ترجعش تذكرها تاني في تعريفها، والا يبقى ابهمتها تاني مره اخرى. واحترز بذلك عن الدم الخارج قبل 9، يبقى ما يقول في 9 سنين فاكثر، يبقى معناه لو الدم خرج من المراه قبل 9 سنين قمريه ما سموهوش حيض، اسموه على طول دم فساد، يبقى مرض، يبقى استحاضه برضه. فإنه دم فساد وهو داخل في الاستحاضة، وهو 9 سنين أي تقريبا، يعني 9 سنين على التحديد، بالتحديد كده باليوم والساعة ولا بالتقريب؟ قالوا تقريبا. وحد التقريب إيه؟ قال فترة تكون أقل من حيض وطهر، عشان أقربه يبقى 9 سنين إلا فترة تكون أقل من حيض وطهر، وأقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 15 يوم، يبقى 9 سنين أقل من 16 يوم، يبقى يعتبر 9 سنين تقريبية. لكن لو أقل من 18 19 20 يوم شهر يبقى لسه أستنى. يبقى لو شافت الدم قبل أن تتم 9 سنوات قمرية بشهر يبقى الدم ده دم استحاضة. طب لو رأته بعد قبل 9 سنين بأسبوع يبقى دم حيض، طالما قبل أن تتم 9 سنين بأسبوع أو ب16 يوما يبقى يخش دم حيض، لأن احنا قلنا أن التحديد هنا تقريبي وليس تحديد. واحترز بذلك عن الدم الخارجي قبل 9، فإنه دم فساد وهو داخل في الاستحاضة. قول وهو 9 سنين أي تقريبا، فلا يضر نقص ما لا يسح حيضا وطهرا،
يبقى لا يضر نقص ما لا يسع حيضا وطهرا اللي هو 16 يوم، اللي هو اقل الطهر واقل الايه الحيض، اقل الطهر 15 يوما واقل الحيض يوم وليله، يبقى كده 16 يوم. وهي قمريه، السنوات اللي هنا دي سنوات قمريه، لما نقول 9 سنين يقصد سنوات قمريه بالتاريخ الهجري. يعني عرفوا منين الشافعيه انها 9 سنين؟ بالاستقراء، بالاستقراء الواقعي، في الواقع كده عملوا استقراء وسالوا الناس في كل حته. اول ما الحيض يظهر في النساء بيظهر في سن كام؟ في بلاد قالوا له سن 12 سنه، وبلاد تانية قالوا 11، وبلاد تالتة قالوا 10 سنين، وبلاد تانية قالوا 9 سنين، وما لقاش حد تاني بيظهر فيه قبل التسعة خالص. فأقل سن وصل له 9، فاعتبر هو ده الحد اللي يعتبر إن ده أقل سن حي، بيبقى اسمه بالاستقراء مش بدليل الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حددش سن معين للحي، لكن هنا الاستقراء الواقع، يسأل كل الأماكن اسمها الاستقراء. وهي قمرية نسبة إلى القمر أي الهلال، والسنة القمرية 300 يوم و54 يوما و5 يوم و6. يعني السنة القمرية عبارة عن 354 يوم زائد 5 يوم زائد 6 يوم. بدل ما يقول لك مثلا 11 على 30 مليون، 11 على 30 تقيلة، فيروح مقسم لك ال 11 على 30، ال 11 عبارة عن 5 على 30 وستة على 30. فالخمسة على 30 يعني سدس، وستة على 30 يعني خمس، مش كده برضه؟ فيروح مقسمها لك بالطريقة دي. والسنة القمرية 300 يوم و54 يوما وخمس يوم وسدسه، لأن كل 30 سنة هجرية يعني قمرية تزيد 11 يوما بسبب الكسور. فإذا قصتت يبقى لأن كل 30 سنة عادية، سنة شمسية عادية اللي هي السنة بتاعتنا دي يناير فبراير مارس، بتزيد 11 يوم بسبب الكسور. كل 30 سنة قمرية بتزيد 11 يوم بسبب الكسور. فإذا قصتت على 30 سنة خص كل سنة 5 يوم و6، لأن 6 منها في 5 ب30 ب30 خمسة، والخمسة الباقية في 6 ب30 سدس. سهلة في الحساب، أما تقسم ال 11 يوم على 30 سنة تقسمها هتطلع لك المسألة دي، لأن هي هتطلع كل سنة هيخصها من ال 11 يوم الكسور بتاعتها 5 يوم و6 يوم. كل 30 سنة قمرية تزيد 11 يوم. 11 هي هنا بيتكلمش على مقارنتها ما بيتكلمش على مقارنتها بالسنة القمرية، مش بيتكلم بالسنة الشمسية، بيتكلم على السنة القمرية لوحدها مدتها ايه. لو قسمتها هتلاقي مدتها 354 يوم وكسور، الكسور دي في خلال 30 سنة تجمع لك 11 يوم. فهمت ازاي؟ الكسور دي فعايز يجيب لك السنة تساوي قد ايه بالظبط. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية، ما قارنهاش لسه بالسنة الشمسية، وعشان كده حط لك الكسر ده في كل سنة، قال لك عبارة عن 6 يوم و5 يوم زائد ال 354 يوم. فيخص كل سنة من 30 5 يوم و6. وأما السنة الشمسية اللي هي بتاعتنا بقى دي اللي احنا بنسميها الميلادية، فهي 365 يوما وربع يوم، وربع يوم، وعشان كده كل 4 سنين يجمعوا يوم يسموها سنة كبيسة، مش كده برضو بيعملوا كده؟ يبقى هي 365 يوم وربع يوم، يوم يخليها لك 365 يوم 3 سنين وربع سنة يخليها لك 365 يوم 366 يوم عشان يجمع لك ربع اليوم في 4 سنين. فهمت ازاي؟ واما السنة الشمسية فهي 365 يوما وربع يوم الا جزء من 300 جزء من اليوم،
والسنه العدديه 300 يوم و60 يوما لا تزيد ولا تنقص. السنه العدديه 360 بس، اللي هي السنه الزراعيه واللي هي القبطيه، اللي هي بيسموها الناس دلوقتي بيستعملوها في الزراعه في مواسم الزراعه. فتلاقي حتى الناس العوام يعرفها، يقول لك امشير وبقونه وطوبه وعاملين على كل شهر كده مثل، لان ايه مرتبطه السنوات الشهور دي بمواسم الزراعه بتاعتها. قوله من فرج المراه اي من عرق في اقصى رحمها ولو حاملا. يبقى المرأة الحامل لو رأت دم وهي حامل، الدم ده عند الشافعية في وجهين بيعتبروه بعضهم استحاضة وبعضهم يعتبروه حيض. فالراجح عند الشافعية انه حيض، يعني لو المرأة وهي حامل شافت دم نزل عليها وهي حامل، الشافعية الراجح عندهم يعتبروه انه هو حيض، فتمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصيام حتى ينقطع. ده وجه، ده اللي عليه الفتوى الراجح. وفي وجه تاني بيعتبروه استحاضة، لأن المفروض إن الحمل يمنع نزول دم الحيض. فإذا نزل الدم منها يبقى ده فساد، دم فساد يستحاض. فالوجهين موجودين عند المذهب. أي من عرق في أقصى رحمها، يعني من جسم الرحم نفسه، أصل الرحم ده عامل زي كمتراية مقلوبة. كمتراية. الدم ده لا، ده ليه اسباب كتيرة. هل هو انفصال من المشيمة؟ هل هو سقوط مهدد؟ هل هو ده تفاصيل طبية تانية؟ لكن انا بتكلم على حكمه الفقهي. عشان لو واحدة مثلا كانت حامل وشافت دم، فقها تعمل ايه؟ في الحالة في العادة بتروح للدكتور تتعالج الأول. طب وفترة علاجها دي تصلي؟ تصوم؟ زوجها يقربها؟ تعمل ايه؟ فهمت ازاي؟ فالفقيه يقول لها، يقول لا انت الفترة دي اعتبريها حيض. فهمت ازاي؟ فهنا الفقيه بيكلمك مش الطبيب بيكلمك. واضح الكلام؟ الحيض بيطلع من قعر الرحم، قعر الرحم يعني جسم الرحم، يعني عارف انت الكمتريه اما تقلبها كده تبقى جايه واقفه على بوزها؟ البوز ده لتحت. ده فوهة الرحم، والجزء العلوي العريض ده جسم الرحم اعلى. الحيض يجي من جسم الرحم من فوق. لكن الاستحاضة بتيجي من عنق الرحم من تحت. فهمت ازاي؟ وعلشان كده بيقول أي من عرق في أقصى رحمها ولو حاملا. لأن الأصح، شوف الأصح يبقى دليل إن في وجهين. لما نقول الأصح دليل على طول إن في وجهين، وجه صحيح وجه أصح. لأن الأصح أن الحامل تحيض. وشملت المرأة الجنية، لما يقول المرأة يبقى دخلت الجنية برضه، لأن الجنية دي مكلفة متجوزة جني مثلا، الجنية متجوزة جني، فيبقى مرتبطة بأحكام يجب إن هو لا يقربها في حال حيضها. عندهم أحكام طهارة زينا، واخد بالك؟ يتوضوا ويستعملوا ويغتسلوا وكل حاجة، عندهم موجبات الغسل زينا. ما هو احنا ما نعرفش جنسهم. احنا ما نعرفش جنسهم. لكن هم مكلفون زينا. بيصلوا، مأمورين بالأحكام زينا، مش كده برضو؟ ومأمورين إن هم يصلوا ويصوموا. ومأمورين إن هم وهم ذكر وأنثى بيتزوجوا وليهم نسل وذرية. فهمت إزاي؟ وبيحملوا ويولدوا ويرضعوا وكل حاجة. يبقى علشان كده لما يقول المرأة يبقى تخلى فيها المرأة الجنية أيضا. بتحيض ازاي؟ والله يروح اسألهم بقى، دور لك على عفريتة وروح اسألهم. لكن احنا بنتكلم على الأحكام بتاعتنا احنا نفهمها، لأن هم مكلفون بشرعنا أيضا. وعشان كده الرسول ترك المياه ليلا للجن، دي مسلم الجن، نهى عن الورود للمياه ليلا. قال لنا اتركوها لإخوانكم من الجن. وعشان كده طول عمر الناس وهم صغيرين، وانت طفل صغير تيجي تروح البحر جدتك تقول لك ايه؟ اوعى يا واد الجنيه تخطفك، مش كده؟ لان هي راحه تغسل مواعينها بالليل، وراحه بتجيب ميتها بالليل، وراحه بتشوف طلباتها بالليل عشان تسيبه لك هي بالنهار. عشان كده الناس زمان لانهم فاهمين الشرع الشريف كانوا ما يردوش يردوا الماء ليلا.
لا، الرسول قال كده، الرسول نهى عن ورود الماء ليلا، قال اتركوه لإخوانكم من الجن. يبقى الجن بيجروا مواشيهم يشربوهم بالليل، ويجروا بهايمهم يشربوهم بالليل، وعشان كده الروث بتاع بهايم الإنس بيتحول إلى طعام لبهائم الجن، مش كده برضو؟ والعظام اللي باقية بعد ما تمصمص اللحمة وتبقى عظمة ترميها كده بتتحول إلى لحم للجن ياكلها ويستفيد بيها، عشان كده نهى النبي عن الاستنجاء بالعظم، مش كده برضو؟ لأنه محترم عند الجن، فما تنجسوش أنت ببولك وبرازك فتستنجي بالعظم، لأنه طعام لإخوانك من الجن. فهمت بقى المسألة؟ فيبقوا هم عايشين معانا، وكيف إن ربنا قهرك وعايشين معاك أمم وقبائل وشعوب وعايشة معاك ليل نهار وأنت مش شايفهم، وفي الآخر تقول هو فين ربنا ده، عايز أشوفه، إذا كان خلق مخلوقات أنت مش شايف، يبقى أنت إزاي ترى من خلق مثل هذه المكونات؟ علشان كده خلقها عشان يعلمك إن حاجة فيها غيب، فوق حاجة فوق إدراكك، حاجة فوق حسك، زي ما قال لك إن في ملائكة، وملائكة بتحضر معانا الدروس وتحضر معانا الصلوات، واخد بالك؟ وبتقاتل مع المسلمين وانت مش شايفهم، يبقى لازم تؤمن بالغيب ان دي امور موجوده لكن انا ما بشوفهاش. فلما بيقول وشملت المراه الجنيه فحكمها حكم الادميه في ذلك على الصحيح، يبقى جنيه شافت الدم من فرجها قبل سن 9 سنين راحت للفقيه بتاعها يقول لها ده دم استحاضه، شافته بعد 9 سنين في حال الصحه يقول لها ده حي، تمتنع عن الصلاه وعن الصوم حتى تطهري، كويس؟ نفس الأحكام. وأما غيرها من الحيوانات، وفي علماء صنفوا كتب في أسماء الصحابة من الجن اللي هم التقوا بالنبي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، مش كده برضه؟ يهدي إلى الرشد فأمنا به، يعني أمنوا، سمعوا قرآن من النبي وأمنوا، فبقوا صحابة والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فيبقى دول صحابة، الجن اللي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم اسمهم صحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأخبار بعض أسمائهم، كويس؟ حتى إن قال لنا مثلا إن الشيطان اللي بيخلي الواحد يسرح في الصلاة اسمه الولهان، مش كده برضو؟ ها؟ وقال له خنزب، وفي نوع تاني اسمه الولهان، وهكذا. وفي واحد اسمه شمهورش قاضي الجن، كان اسمه شمهورش، شمهورش قاضي الجن، واخد بالك؟ ومذكور في بعض الكتب، وكان عالم كبير من علماء الجن، واتصل ببعض العلماء الاولياء وروى لهم احاديث باسانيد متصل، منهم الشيخ عبد الوهاب العفيفي ذكر دلائل الخيرات للشيخ محمد الجزول الحسني بروايه متصله من قاضي الجن شمهورش مباشره، وذكرها في اسانيده الشيخ عبد الوهاب العفيف، واخد بالك ازاي؟ وقالوا ان هذا اعلى اسناد متصل بدلائل الخيرات، وهكذا. مش معنى كده تروح انت تحضر لي عفاريت بقى، لا، لكن هم موجودين، موجودين. وتقرا كده لقط المرجان في احكام الجن، عملها الامام السيوطي كتاب سماه لقط المرجان في احكام الجن، واخد بالك؟ لو عايز تقرا كتير، وإذا ما انصحكش تقعد تقرا كتير لحسن تتعفرك، خليك في اللي انت فيه بس. واما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا، يعني غيرها، مش احنا قايلين الانسان حيوان ناطق والمرأة انسان، فعشان كده بيقول اما غيرها من الحيوانات لان هي من جنس الحيوانات لانها تلد، مش كده برضو؟ مش إهانة ليها يعني ولا حاجة، لا، هو بيتكلم هنا من ناحية الشرح يعني. وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا، يعني ما يعتبرش اللي حتى لو بعض الحيوانات بينزل من فرجها بعض الدماء ما يعتبروهاش العلماء ده حيض، يسموه دم وخلاص، ما يسموش حيض. يبقى الحيض ده للنساء بس فقط، لأنه ده اسم شرعي لدم معين، والحيوانات مش مكلفة شرعا، فلا حيض لها شرعا، كويس؟ وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي، اللي هو بس بالمعنى اللغوي سيلان الدماء بس، ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق، ما يتعلقش به حكم إلا في التعليق، في الطلاق المعلق أو في العقود المعلقة،
واحد قال لمراته، هو مربي فرس عنده، قال لها انت طالق اذا حاضت الفرسه، فعلق على حيد الفرسه. تيجي الفرسه في يوم من الايام، بص تلاقي دم نازل منها من فرجها، تطلق المراه لانه هذا معلق، طلاق معلق، يبقى يتعلق بها الاحكام اذا علقت بها. فهمت ازاي؟ او قال لعبده انت حر اذا حاضت فرسي مثلا، فيفضل العبد عبد عند سيده لحد ما تحيد الفرس، حاضت الفرسه بقى حر طليق خلاص. فهمت ازاي؟ يبقى لها ايه؟ احكام متعلقه بايه؟ بالتعليق فقط. في نحو الطلاق والعتق، كان قال ان سال دم فرسي فزوجتي طالق، او فعبدي حر. والذي يحيض من الحيوانات اربع انواع، نظمها بعضهم في قوله ارانب يحضن، والنساء ضبع وخفاش لها دواء. يبقى الضبع يحيد والخفاش يحيد والنساء تحيد والارانب تحيد. وعشان كده الرسول ما رضاش ياكل الارنب، مش كده برضه؟ مع انه جائز حلال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجد نفسي اعافه، اظنها تحيض، فعافه صلى الله عليه وسلم. بس يعني عرف منه كده، زي ما عرف من الضب برضه، ما رضاش ياكله صلى الله عليه وسلم. قال لا اجدوه عند قومي فاعافه، لكن يجوز اكله للي عنده نفس. بقى سيدنا خالد راجل مقاتل ما يموش، كله حاجه زي السحليه دي، اكل ما يموش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الضب ده حاجه كده تشبه يشبه السحالي او التماسيح بس بحجم صغير. الايه؟ ورل باللام كده، ورل ده اسم مصري، ده عند العوام يسموه ورل. طيب خلاص كويس، اللي هو الضب، حاجه تقرف كده، تشوفها تقرف منها، لكن يجوز اكلها عند المسلمين. الرسول اجاز اكلها صلى الله عليه وسلم، ولكن عافاها لم ياكلها. يبقى الترك لا يدل على النهي كما ذهب اليه يعني من عنده ضحاله في التفكير. فالنبي ترك اكل الارنب ولا يدل على النهي، لانه عافها بس. من الناحية الشرعية قال أظنها تحيض، يعني يسيل منها الدم، قال بمعنى اللغوي، مو عربي بيتكلم باللغة، بيتكلم. هو الحيض يعني سيلان الدماء من الفرج، من أي حيوان بقى، لكن لأن المرأة مكلفة فارتبطت بيه أحكام العدة والصيام والصلاة وقربان الزوج وغير ذلك. هنشرح بقى هتيجي، هل هي المرأة اللي ليها عادة واللي ملهاش عادة والمتحيرة والشغل ده، هنيجي ده كل ده تعريفات لسه. وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية، وخفاش لها دواء. ده حطيتها كده عشان يظبط لك الشعر، هو بيحاول يجمعها بس. ده نظم للتعليم، نظم للتعليم، أكيد ليه معنى عنده، شرط نعرفه. وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية، زودوا عليها أربعة ناس تانيين علماء قالوا لا ده في أربعة تانيين غير الأربعة دول، ما هو فوق كل ذي علم علي. وقد نظمها بعضهم في قوله يحيض من ذي الروح ضبع مرأة وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحجر، فقد جاءت ثمانية وهذا المعتمد. يحيض من ذي الروح ضبع مرأة وأرنب وناقة، أنثى الجمل ناقة، وكلبة، معروفة الكلبة دي مش عايزة شر، حاجة بتقول هوهو سهل. خفاش برضو معروف. الوزغة اللي هي أنثى البرص، اللي هو السم الأبرص، أنثى البرص. والحجر اللي هو أنثى الفرس، الحجر أنثى الفرس. والحجر فقد جاءت ثمانية وهذا المعتمد. كويس؟ الحجر من أسماء، الحجر ممكن ما بين الكشح إلى الفخذ، يقول لك أنا هحط على حجري الحاجة. فهمت إزاي؟ يبقى الحجر بالنسبة للرجل هو ما بين الكشح إلى فخذه، واخد بالك؟
والحجر أيضا بمعنى العقل، إن في ذلك لقسم لذي حجر يعني عقل، والحجر أيضا بمعنى أنثى الفرس. ليه أسماء كثيرة يعني الكلمة الواحدة ليه أسماء معاني كثيرة عند العرب، يسموها معاني مشتركة. زي ما أقول العين، العين تطلق على البصرة، والعين تطلق على عين الماء، والعين تطلق على الجاسوس، مش كده برضو؟ فالعين بتطلق على معاني كثيرة. وزاد بعضهم أيضا بنت وردان، وهي المعروفة عند العامة بالجندب اللي هو الصرصار الغيطي، أخد بالك يقعد طول الليل كده يصوص وما تعرفش تنام، معروف، واخد بالك، يسموه الجندب أو بنت وردان. قالوا إنها بتحيط كمان، الظاهر فرش وراه لما لقوها إيه بتنزل نقط دم أحيانا. علم الحشرات بقى وعلم ال طيب. ما هو لا نفس لا سائل، لكن بيخرج منها حاجة تشبه الدم. ما لهمش دخل بقى. ويمكن الجندب ده اللي هي بنت وردان ده حيوان غير الصرصار الغيطي. لكن لما تقرا عنه في القواميس يقول لك ايه؟ بيقول لك انا طلعتها من القاموس، بيقول نوع من الجراد يصر ويقفز ويطير. يصر يعني صوصه، ويقفز ويطير لجنح. ها؟ والجراد. واخد بالك ازاي؟ والجراد برضه ولا نفس لها سائله، مش كده؟ يبقى أنا لقيت التعريف ده يليق على الصرصار الغيطي، لأن الصرصار الغيطي بيطير وبيقفز وبيصر يصوصو ليه صوت، مش كده برضه؟ لكن نسأل على أي حال علماء الحشرات يمكن يطلعوا لنا حاجات تانية. ها؟ الوزغ والبرص برضه ده نفس الأوسائل. قوله على سبيل الصحة أي سبيل هو الصحة، فالإضافة للبيان. وعلى تعليلية بمعنى اللام، فكأنه قال لأجل الصحة. وقوله أي لا لعلة أي لا لمرض يقتضي ذلك. وقوله بل للجبلة أي الطبيعة الطبيعية، يعني لو المرأة تأخر حيضها تروح تتعالج تعتبر نفسها مريضة، مش كده برضو؟ يبقى ده حاجة الطبيعة فيها أنها المرأة السليمة تحيض، لو تأخر حيضها تروح تدور وتتعالج، مش كده برضو؟ يبقى ده على سبيل الطبيعة فيها، حاجة طبيعية فيها. وخرج بذلك دم الاستحاضة، فإنه يخرج من فرج المرأة لا على سبيل الصحة بل للعلة. وقوله من غير سبب الولادة أي سبب هو الولادة، فالإضافة للبيان. وخرج بذلك النفاس، فإنه يخرج من فرج المرأة بسبب الولادة. وقوله مبتدأ خبره ليس في أكثر النسخ المتن. وقوله ولونه، وقوله ده مبتدأ خبره ولونه، يعني وقوله ولونه أي وقول المصنف ولونه، فالواو هنا عاطفة، وقوله ده مبتدأ وخبره ولونه كذا وكذا، فهمت؟ وقوله ولونه مبتدأ، وقد أخبر عنه بثلاثة أخبار على الصحيح من جواز تعدد الخبر، يعني ممكن الخبر يتعدد. كما قال ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صرات شعرا. يعني ممكن تخبر أكثر من خبر لمبتدأ واحد، وقال تقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم رسول نبي كريم عطوف رؤوف رحيم شفيق حامد محمود. اقعد بقى عد كل دي أخبار، كل دي أخبار، فهمت؟ يبقى محمد المبتدأ والتانيين كل دي أخبار، فيجوز أن يتعدد. قوله أسود، كان الأولى أن يقال السواد الأول، لأن السواد ده اللون والأسود ده المتصف بالسواد، مش كده برضه؟ هو بيتكلم عن اللون، فكان الأولى يقول السواد، لأن الأسود هو الشيء المتصف بالسواد، فاللون ليس بأسود وإنما اللون هو السواد.
ويرد عليه أن لونه لا ينحصر في السواد، يعني لون الدم ما ينحصرش في الأسود بس، ده ألوان كتير ساعات ينزل ملون. ويجاب بأن المراد اللون الأقوى أو الأصلي، والحاصل أن الألوان خمسة في الحيض، ألوان الحيض خمسة، أقواها السواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة. الشقرة اللي هي أحمر مصفر بامبا يعني، ثم الصفرة ثم الكدرة. الكدرة تلاقيه زي ماء سخين كدر عكر، لكنه من لا هو أصفر ولا أحمر، ده أخف ألوان. وبعدهم قال الكدرة أقوى من الصفرة، وبعدهم قال الصفرة أقوى من الكدرة، على خلاف. كويس، يبقى ألوان الحيض أصلا بتمر بتدريج مع المرأة، أول يوم ليه لون، تاني يوم يبتدي لونه يتغير شوية، أخف فأخف فأخف لحد ما ينقطع. كويس، فبيبقى إيه، ليه ألوان كثير. وقيل الكدرة مقدمة على الصفرة، بل هو الذي اعتمده الشيخ عطية، وأن الصفات غير الألوان أربعة. يبقى الألوان ولها صفات، الألوان خمسة، وكل لون ده ليه صفات، سمكه لزوجته حرارته. فهمت ازاي؟ يعني هل هو ساخن يعني، هل هو سميك ولا سائل، هل هو متجلط ولا غير متجلط، وهكذا. يبقى دي صفات. وأن الصفات غير الألوان أربعة: السخن، السخن اللي يعني هل هو متخصر يعني متجمد كده، جلطات. حتى الست ساعات تقول انا بينزل مني الحيض زي الكبده، زي الكبده يعني متجلط. او النتن، واحيانا يبقى ليه ريحه كريهه يسموه النتن، دي صفه. او هما، ممكن يبقى ريحته وحشه ونازل سخين يعني جامد، وفي نفس الوقت ريحته برضه وحشه. او التجرد عنهما، او لا كده ولا كده، يكون سائل كده ولوش ريحه لكن ملون. كويس، يعني ممكن يتجرد عنهما. فالاسود الثخين يعني الاسود المتجلط اقوى من غير الثخين، والمنتن منه من الثخين اقوى من غير المنتن، والثخين المنتن اقوى من الثخين فقط. الحاجات دي مهمه ليه؟ علشان لما يجي لك امراه متحيره نازل عليها دم طول الشهر، والدم ده فيه تمييز، يعني بتقدر تميز بينزل على انواع، تقوم تختار لها الايام الشديده هي الحيض والباقي استحاض تصل. فلازم تبقى عارف انت الصفات دي عشان تقول لها، تقول لك انا بينزل علي الدم طول الشهر، تقول لها على صفه واحده ولا على صفات متغيره؟ امراه تقول لك على صفه واحده، دي غير مميزه. كويس، متحيره غير مميزه، وليست لها عاده اصليه. او تقول لك لا ده انا بميز، ده بينزل خمس ايام من الشهر يبقى لونه مسود شويه، وبعدين يومين يبقى لونه محمر شويه، وبعدين بعد كده يبقى لونه محمر على اصفر بقيه الشهر. تقوم انت كفقيه تقول لها ايه؟ تقول لها اعتبري اوقات السواد والحمره حيض، فتغتسلي بعدها، ثم بعد ذلك ما زاد عن هذه الايام فده استحاضه. تصلي وتصومي وكل حاجة، بس بإيه؟ بأحكام دائم الحدث. فهمت إزاي؟ فالصفات دي هتفيدك بعد كده في أنواع من النساء اللي هي بيبقى عندها نوع من التمييز مع نزول الدم عندها في فترة أطول من الحيض. واضح الكلام؟ فمهمة الحاجات دي يعني. وكذا يقال في بقية الألوان. يبقى يقال برضو في بقية الألوان إن الأحمر ده قد يكون الأحمر ثخين منتن، وقد يكون ثخين غير منتن. فإذا اجتمعت فيه الصفتين يبقى أقوى من اللي فيه صفة واحدة، مش كده برضو؟ وقد يكون غير ثخين وغير منتن، يبقى ده أخفهم في الحمرة، وكل لون واحد لكن أخفهم، وهكذا. فإن استوت الصفات كأسود رقيق وأحمر ثخين، قدم السابق منهم، هي بتنزل ثلاث أيام أسود رقيق، وبعد كده بتنزل احمر ثخين، يبقى مقدم الاسود الرقيق على الاحمر لان السواد اقوى، السواد اقوى. فهمت ازاي؟ قدم السابق منهما لقوته بالتقدم، قوله محتدم
هو قال لك هنا ولونه أسود محتدم لذاع، بيوصفه محتدم بضم الميم وسكون الحاء وفتح التاء وكسر الدال، محتدم أي شديد الحرارة، مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره. وهذا أولى من قول الشارح نقلا عن الصحاح احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، لأنه يقتضي تفسير المحتدم بالأسود فيلزم تكرره مع ما قبله ولا تكرار على الأول، على القول الأول إن ده صفة للون وليست لون، مع قوله لذاع لأن معنى لذاع محرق، يعني أسود محتدم يعني حار، لذاع يعني محرق يلسع، يعني ينزل بإيه؟ بألم، إذا لمس حاجة فيها يلمسها تحس بألم، ولما تحط إيدها عليه تلاقيه حرارته عالية، أدي معنى صفة ليه، يعني صفات للي ملون نفسه. لأن معنى لذاع محرق أي موجع، وقوله لذاع بالذال المعجمة ثم العين المهملة، المعجمة يعني المنقوطة والعين المهملة يعني ما لهاش نقط تبقى عين، لأن ما كان بغير الحيوان كالنار فهو لذع بالذال المعجمة والعين المهملة، يبقى أي حاجة تلسع وتوجع ما تكونش من حيوان يسموها لذاع. ها؟ ها؟ ده في الطعم، هنا ما بيتكلمش في الطعم، بيتكلم في الشوكة، الشوكة مش تقرصك كده يبقى نسموها لذع، ما نقولش لدغ، لدغ لما حاجة تقرص، حيوان يقرص، فهمت ازاي؟ فراشة أو نحلة قرصت، ما تقولش لذعت، تقول لدغت، فهمت؟ تعبان قرص واحد، نقوله لدغه مش لذعه، لكن النار ما نقولش لدغته، نقول لذعته، فهمت؟ حاجة مدببة وجعت إنسان، يقول لذعتني، ما يقولش لدغتني، فهمت إزاي؟ أي حاجة غير الحيوان توجع يسموها لذعته، لو كان حيوان يبقى لدغته، فهمت بقى؟ دي استعمال في اللغات يعني. لأن ما كان بغير الحيوان كالنار فهو لذع بالذال المعجمة والعين المهملة، وما كان بالحيوان ذي السم كالعقرب فهو لدغ بالدال المعجمة المهملة، بالدال المهملة يعني معلش نقطة بقى الدال، والغين المعجمة يعني عليها نقطة بقت غين، ولم يرد إهمالهما معا، لم يرد إهمال الإيه؟ لدعا، يعني الاثنين بقوا مهملين ما وردش في لغة العرب، يقول لدع لدعني زي في لغتنا احنا العوام يقول ايه؟ يقول الدبور لدعني، مش كده برضو؟ دي لغة قبيحة لأنها ما وردتش في لغات العرب بس عامية، لكن مش من اللغات الفصيحة. فلم يرد إهمالهما معا ولا إعجامهما معا، ولا يقول لذغتني لذغتني، ما وردتش برضو، يحط في دي نقطة ودي نقطة ما وردتش. وقد نظم ذلك سيدي علي الأجهوري بقوله فلدغ لذي سم بإهمال أولي، فلدغ تتقال لذي سم بإهمال أول بإهمال الدال يعني، وفي النار بالإهمال للثاني عرف، وفي النار أقول إيه؟ لذع بإهمال للثاني، للثاني اللي هو العين، والإعجام في كل والإهمال فيهما من المهمل المتروك حقا بلا خفا. واضح؟ يبقى سهل. وقد عرفت أن معنى لذاع محرق أي موجع مؤلم، يبقى محتدم حار ولذاع مؤلم، وأسود ملون السواد، يبقى هو عايز يوصفه لك هو كل حاجة لونه وحرارته، وهل هو مؤلم ولا غير مؤلم، كويس؟ فوصفه لك بكل. قوله ليس في أكثر نسخ المتن أي بل في أقلها، والأولى والأولى أولى لما في الثانية من القصور،
وإن أجيب عنه كما مر. يعني الأولى أولى، إنها صفات للملون وليست محتدم معناه شديد السواد، لا، يعني محتدم ده مش معناه شديد السواد، ده معناه إنه هو محرق حار يعني، ولذع مؤلم. قوله في الصحاح، في الصحاح غرضه بنقل عبارة الصحاح، تفسير كل من محتدم ولذاع على اللف والنشر المرتب. فقوله احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، إشارة لتفسير محتدم. وقوله ولذعته النار حتى أحرقت، إشارة لتفسير لذاع بالمحرق. والصحاح بفتح الصاد كتاب مشهور في اللغة تأليف الجوهري، وهو إمام جليل، وخطه يضرب به المثل في الجمال يعني، كخط ابن مقلة ونحوه. قول احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، أي إلى أن يسود، فيؤخذ منه أن المحتدم بمعنى الأسود، وقد عرفت ما فيه من التكرار. فالأولى إن ما تعبرش المحتدم هو شديد السواد، بل المحتدم هو الحار، اللي هو الحار الأسود، فهو بيصف صفة في اللون ولا يصف صفة اللون. فهمت إزاي؟ ولأنه لو كان بيصف صفة في اللون يبقى تكرار، والأولى عدم التكرار. فهمت القصة بقى؟ يعني اللي نقله من الصحاح مش موافق عليه لأنه فيه تكرار، اللي نقله من معاني الصحاح فيه تكرار. قوله ولذعته النار من جملة كلام الصحاح كما تقدمت الإشارة إليه. قوله والنفاس، نقرأ في الهامش، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، يبقى المرأة ولدت نزل دم بعد الولادة يسموه نفاس، خلاص يبقى أي دم يأتي عقب الولادة اسمه نفاس. فالخارج مع الولد، الخارج مع الولد نفسه هو نازل، نزل دم أو قبل نزول الولد يبقى يا حيض يا استحاضة على الوجه، يا حيض يا استحاضة على الوجه، مش احنا قايلين الأصح إنه يبقى حيض ومقابل أصح استحاض. فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا، وزيادة الياء في عقب عقيب، ساعات يقول لك عقيب يزود فيها الياء كده، وزيادة الياء في عقب لغة قليلة والأكثر حذفها، تقول عقب مش عقيب. والاستحاضة أي دمها، هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة. نقرأ في الشرح، قوله والنفاس بكسر النون سمي بذلك لأنه يخرج عقب نفس غالبا، نفس اللي هو نفسي يعني، مش أول ما ينزل الجنين يتنفس يشهق كده وياخد نفسه ويعيط، فسموه نفاس عشان بيخرج عقب نفس، يعني عقب متنفس، مش كده برضو إنسان يعني. ويقال في فعله نفست المرأة. طب افرض نزلت العيل ميت يسموه إجهاض، برضو الدم اللي نازل برضو يسموه نفاس حتى لو ما تنفس، لأنه يسموه نفاس على سبيل الغالب الأعم أنه بينزل صح. يعني كم مرأة في تحمل وما بتكملش حملها وتسقط، أقل من اللي بيحملوا ويكملوا حملهم، فالغالب أنها يكمل حملها وتنزل عيل صح، وعلشان كده سموه بالغالب الأعم. لكن ده ما يمنعش أنها لو سقطت يعني نزلت جنين ميت يبقى الدم اللي خارج من قبولها بعد سقوطها يبقى يسموه برضو نفاس، يسموه برضو نفاس. سقطت في الشهر الثالث، في الشهر الرابع، الخامس، وشاف الدم بعد نفاس. فهمت ازاي؟ اقله لحظة، اقل النفاس لحظة، واكثره 60 يوما وغالبه 40، واقل الحيض يوم وليلة، واغلبه واقصاه 15 يوما وغالبه 6 ايام او 7 ايام، مش كده برضو؟
ويقال في فعله نفست، نفست، نفست ونفست بفتح النون وضم الفاء وضمها. ينفع تضم النون تقول نفست المرأة، ممكن تقول نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما، ولكن الضم أفصح، تقول نفست أفصح. وفي فعل الحيض نفست بالفتح لا غير. ما احنا قلنا ان من ضمن اسماء الحيض النفاس، مش كده برضو؟ من ضمن اسماء الحيض لغة النفاس، مش شرعا، لغة من ضمن اسماء الحيض النفاس. فلو جبت بتوصف الحيض هتقول ايه؟ هتقول نفست بس، مش نفست. لكن نفست مشترك، يعني يجوز تعبر عنه للنفاس اللي هو بعد الولادة بس نفست، ونفست مشتركة بين الحيض والنفاس بالفتح. ادي المعنى، يعني لما تقول نفست المرأة تحتمل انها عقب ولادة، وتحتمل لغة انها حيض. فتسأل، اما يقول لك نفست المرأة تقوم تقول له بعد ولادة ولا لا، لانه بتحتمل الاثنين. انما لما يقول لك نفست المرأة تعرف على طول ان عقب ولادة، فالضم لا يعبر الا عقب الولادة. فهمت معنى كلام الشيخ؟ وفي فعل الحيض نفست، نفست بالفتح لا غير، على ما ذكره في المجموع، ما ذكره في المجموع الإمام النووي، يعني في مجموع شرح المهذب. وفي فتح الباري أنه في الحيض بالفتح والضم. في فتح الباري قال لا، ده بيستعمل نفست ونفست، ده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، في الحيض والنفاس سواء، لغة العرب واسعة فما تقلقش. لكن الإمام النووي قال لا، ده بيستعمل نفست في الحيض والنفاس، ولكن نفست لا تستعمل إلا في الحيض بس. ده كلام الإمام النووي. ابن حجر العسقلاني في المجموع قال لا، الاثنين بيستعملوا في الحيض والنفاس سواء. ومثله في شرح مسلم، والإمام النووي نفسه في شرح مسلم قال زي ابن حجر العسقلاني في فتح الباري برضه. ونقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في كل من الحيض والنفاس. الأصمعي عالم من علماء اللغة، فقال ان الوجهين دول في الحيض والنفاس سواء، وذكر ذلك غير واحد فتنبه له، فتنبه بقى للمسألة دي. يعني قوله هو النفاس، هو يبقى هيعرفه اي شرعا، لان طالما بيتكلم هو في كتاب الفقه يبقى في الشرع، في احكام الشرع، لان الكتاب ده كتاب فقه مش كتاب لغة. فيقول لك هو يبقى بمعنى الشرعي، والنفاس هو اي شرعا، وأما لغة فهو الولادة. يبقى النفاس لغة معناها الولادة، وشرعا هو الدم الخارج في حال الصحة عقب الولادة. قوله الدم جنس فيشمل الدماء الثلاثة، وهو قوله الخارج إلى آخره. فصل، يعني فصل الدماء، لما قال الخارج من الفرج ده فصل، يعني ما قالش أي دماء بقى، ممكن يخرج من البق، يخرج من الجرح، من الجسم، من الانف، من العين، من الودن، من اي حته، يبقى من الفرج. يبقى ده اول فصل بيفصل، واخد، عشان يعلم لك انه مش اي دم، ده دم ويكون خارج من الفرج، ولازم يكون امراه. يخرج كل من الحيض والاستحاضه، يبقى الخارج عقب الولاده فصل بيه وبين انه هو بيخرج نوع الاستحاضه وبيخرج نوع الحيض. قوله عقب الولادة أي بأن يكون قبل مضي 15 يوما منها، فهذا ضابط العقبية، وإلا كان حيضا ولا نفاس. يعني واحدة ولدت ومنزلش دم أول يوم ولا ثاني يوم، وبعد 3 أو 4 أيام ابتدت تشوف دم، يبقى الدم اللي شافته ده بعد 3 أو 4 أيام ده نفاس. كويس، خلاص نفاس. طب امتى نقول ده مش نفاس؟ لو فضلت مش شايفه دم خالص لحد 15 يوم، وبعد 15 يوم شافت دم، يبقى ساعتها نقول ده حيض بعد مضي اقل طهر. يعني فهمت؟ بان يكون قبل مضي 15 يوما منها، فهذا ضابط العقبيه، والا كان حيضا ولا نفاس.
ولا نفاس لها، لكن لو نزل علي الدم بعد 10 أيام منها مثلا، كانت تلك 10 من النفاس عددا لا حكما. طب افرض شافت الدم بعد 10 أيام، أقل من الحيضة أهو. طب هتعمل إيه هي في 10 أيام دي؟ مش شايفة دم، ده هي ولدت ومش شايفة دم، تعمل إيه؟ تقوم تغتسل وتصلي وتصوم وكل حاجة. كويس؟ لحد ما اليوم العاشر بس تلاقي الدم نزل عليها، خلاص تمتنع عن الصلاة. والعشر أيام دي تعدها من النفاس في العدد لا في الحكم. تعدها من النفاس في العدد لا في الحكم. فهمت إزاي؟ أدي معنى عددا لا حكما. فيجب عليها الصلاة ونحوها فيها كما قاله البلقيني واعتمده الرملي، وكان الأولى أن يقول عقب فراغ الرحم من الحمل. هو بيقول لك حق ما يقولش بعد عقب الولادة، حق يقول عقب فراغ الرحم، لأن ممكن الرحم يبقى فيه أكثر من عيل، تروح منزلة أول عيل وبعد يومين تنزل التاني. فهمت إزاي؟ يبقى الدم اللي شايفاه بين الاتنين ده حيض مش نفاس، لانه لسه الرحم مليان. فهمت ازاي؟ يبقى لازم يكون عقب فراغ الرحم تماما من الولادة. فهمت ازاي؟ يعني ما يبقاش فيه اي حمل اخر عشان نقول عليه نفاس. قبل كده لو حكم الحيض او الاستحاضة على الوجهين اللي احنا قايلين ان هل الدم الذي تراه الحامل يسمى حيض ام استحاضة، فالوجهين موجودين والمعتمد انه حيض. وكان الأولى أن يقول عقب فراغ الرحم، بدل ما يقول عقب الولادة كان هقول عقب فراغ الرحم أدق، ليخرج به ما بين التوأمين. ومثل الولادة إلقاء علقة، وهي الدم الغليظ المستحيل من المني، يعني السقوط، لو سقطت في الشهر الثاني في الشهر الثالث ونزلت شوية دم علقة كده، ده برضو اسمه الدم اللي نزل بعديها يسموه برضو نفاس، ما يسموهش حيض، يسموه نفاس. وسميت علقة لأنها تعلق بما لاقته، يعني العلقة دي تلاقي الدم ده لما تيجي تمسكه تلاقيه يلزق، تيجي تمسكه في حتة يلزق في الحتة، تمسكه سموه علقة. وعلشان كده ربنا مديله خاصية اللزق ده، انه علشان يلزق في جدار الرحم يقوم يبتدي يتم الحمل، فسموه علقة علشان بيلزق في جدار الرحم يعلق. فلما تيجي تسقط وتنزله وتيجي تمسكه بأي حاجة تلاقيه برضه بيلزق، فسموه علقة لأنه يعلق بما لاقته. حكمها تعمل ايه؟ تغسلها، تكفنها. يعني يعمل فيه ايه الادب يعني معاه، لو كان قطع الدم كده لسه في الشهر الاول او الثاني حكم الدم ترميه، لكن لو ظهرت فيه اثار الخلقة يبقى يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه. سهلة بس. تشطفه كده، تشطفه وتكفنه وتلفه بحتة خرقة وتدفنه. لو ظهرت فيه علامات الخلقة، لو استهل صارخا، لو نزل وأوأ لحظة خد نفس واحد ومات، ساعتها خلاص ياخد كل الأحكام، يتغسل ويتكفن ويتصلى عليه ويدفن. ولكن عندنا وجه كالحنابلة أنه لو كان بعد السابع، بعد السابع لو ألقته وظهرت فيه أثار الخلقة كاملة، آدمي كامل ولم يستهل صريخا نزل ميت، فيصلى عليه أيضا. ده في وجه عندنا عند الشافعية وليست عليه الفتوى، وده مذهب الحنابلة. يعني لو نزلت عيل في السابع ميت، واخد بالك، أو في الثامن وميت، مذهب الشافعية ما تصليش عليه لأنه لم يستهل صريخا، تدفنه على طول بس بعد ما تغسله وتكفنه. لكن مذهب الحنابلة، وده وجه برضو عند الشافعية، انك تصلي عليه برضه. فهمت؟ دي احنا قلناها في صلاة الجنازة، قلناها قبل كده في صلاة الجنازة. اقل طهر 15 يوم بين حيضتين، اقل طهر بين حيضتين 15 يوم. وارد حكم بالنسبة للي بعد 7 شهور يعني يتصلى عليه، وجه في المذهب، ولكن الفتوى على الوجه الثاني اللي هو إذا استهل صارخه. يعني لو حبيت تصلي عليه وأنت شافعي برضه شافعي، مش هتتخلى عن مذهبك.
فهمت ازاي؟ لو لقيت واحد حنبلي هيصلي ما تقولوش لا انا شافعي ما بصليش، لا الشافعيه بيصلوا، صلي معايا ما جراش حاجه. فهمت المساله؟ ومضغه وهي القطعه من اللحم المستحيله من العلقه، سميت بذلك لانها بقدر ما يمضغ. عارف انت لما تيجي تمضغ الحاجه وتطلع الحاجه من بقك تلاقيها ايه، مجزعه كده وفي علامات السنان بتاعتك، وحاجه عاليه وحاجه واطيه وحاجه متوسطه، او كده الجنين في بطن امه في فتره المضغه تلاقيه بالمنظر ده كانه ممضوغه، تلاقيها برضو عنده حاجه عاليه وحاجه واطيه وحاجه بتاع، علشان ايه؟ يتكون منه الراس والرجلين والبطن، ويرجع تلاقيه كده ملفف. فلما تشوفه تحس ان حته لحمه ممضوغه فسموه مضغه عشان كده. قوله فالخارج مع الولد او قبله، تفريع على مفهوم قولي عقب الولاده. يبقى ما يقول عقب الولاده معناه ما يدخلش في حكمه اللي خارج مع الولد، الدم اللي خارج في اثناء الولاده ولا اللي قبل الولاده، ما يدخلش في المساله. تفريع على مفهوم قولي عقب الولاده. وقوله لا يسمى نفاسا اي بل هو دم فساد ان لم يتصل بحيض قبله، والا فهو حيض. يبقى ان لم يتصل بحيض قبله فهو دم فساد، والا لو كان متصل كانت بتنزف في شهورها الاخيره، يعني قبل ما تولد كده كانت بتنزل شويه دم كل فتره كده. فالدم ده بنعتبره عند مذهب الشافعيه على المعتمد انه حيض، وعلى مذهب المالكيه انه استحاضه. كويس؟ انا ميل كطبيب ان نعتبره حيض زي الشافعيه كطبيب. ليه؟ لان الست لما بتبقى حامل وتشوف الدم الدكاتره بيعتبروه ده سقوط مهدد، يقوموا يقولوا لها نامي على ظهرك واستريحي خالص لحسن يسقط الجنين، مش كده برضو؟ فلما تقول لها ده حيض يبقى انت تريحها. ليه؟ ما عليهاش صلوات، لا هتقوم تتوضى ولا ترفع رجلها على الحوض ولا تقف تصلي وتركع وتسجد، واخد بالك؟ يبقى تستريح خلاص. يبقى ايه؟ اما نفتيها بمذهب انه حيض نعينها على ايه؟ على تنفيذ ايه؟ نصيحه الطبيب، مش كده برضو؟ عشان كده انا ميل كطبيب باننا نفتيها بانه حيض، وده وجه معتمد على مذهب الشافعيه. وان كان المالكيه بيعتبروا ان اي دم تراه المراه الحامل فهو استحاضه لا يمنعها من الصلاه، تقوم تصلي وتتوضى وكل حاجه. فهمت ازاي؟ لكن احنا وده وجه عند الشافعيه برضه، فاحنا نرجح كاطباء الوجه الثاني بالحيض لهذه الاسباب، لانه يعين على ايه؟ على اكمال الحمل. بناء على ان الحامل تحيض وهو الاصح. يعني هل الحامل تحيض ولا لا تحيض؟ يعني هل الدم اللي تراه الحامل حيض ولا لا؟ الاصح عندنا انه حيض، خلاص حكمه حكم الحيض. تيجي بقى تقول لي الاطباء رايهم ايه في الدم اللي بتشوفه الست دي، هل هو بيطلع من قعر الرحم فيبقى حيض، ولا من عنق الرحم فهو استحاضه؟ الاطباء يقعدوا بقى يفننوها لك، يقول لك اه والله ده في انواع بيبقى المشيمه ملتصقه بجسم الرحم، واخد بالك؟ وتبقى فيها انفصال بسيط، فاذا كانت منفصله بسيط من جسم الرحم والدم نازل من جسم الرحم فده موضع الحيض، ولو كانت المشيمه نازله لتحت ولازقه قرب عنق الرحم يسموها بلاسنتا بريفي، يعني مشيمه قصيره، واخد بالك؟ فدي بتنفصل من عند عنق الرحم، كل ما الرحم يكبر والعيل يكبر تروح هي مفكوكه من تحت، يقوم يحصل نزيف، فيبقى جاي من عند عنق الرحم، فيبقى ده شكله استحاضه من حيث مكانه. فهمت ازاي؟ شغلانه بقى مالكش دعوه انت، اطباء النساء بقى هم اللي مسؤولين عنه، لكن احنا بنتكلم كحكم الفقيه يعتبر ان اي دم تراه المراه الحامل حكمه حكم الحيض حائض، يقول لها ما تصليش وما تصوميش واستريحي ونامي على ظهرك ومالكيش دعوه. فهمت؟ واسمعي كلام الدكتور، ده الفقيه يقول لها كده. والدكتور بقى يقعد يتصرف، هو حر مالناش دعوه في دكترته هو كل شويه. ما هو احنا بنقول بنختار النصيحه من الطبيب اللي هي توافق برضه الشرع، والشرع مطلوب انك انت تحافظ على الحمل، مش كده برضه؟ يعني الشرع يحاول يحافظ على النفوس لانه حرم الاجهاض. فهمت؟ فهي لو اتحركت كتير هتجهض. قوله وزيادة الياء في عقب أي بأن يقال عقيب، وقوله لغة قليلة أي نادرة، وقوله الأكثر حذفها وهو الأفصح. والاستحاضة دي آخر حاجة بقى، هنخلص الاستحاضة ونخلص.
لا نخليها المرة. طيب نخلص 5 دقايق، معلش استحملونا بقى. والاستحاضة هي لغة السيلان، يبقى أي حاجة زي الحيضة برضه لغة السيلان، معناه اللغوي حاجة واحدة، لكن معناها الشرعي مختلف عن الحيض. وشرعا ما ذكره المصنف يبقى أي دم خارج من المرأة، خارج من المرأة على سبيل المرض، على سبيل المرض كويس، أو قبل سن الإمكان اللي هو 9 سنوات يسمى استحاضة. يبقى عيلة صغيرة عندها 6 سنين وشاف الدم خرج من قبولها، ما نقولش ده حيض يا بنتي، نقول ده استحاضة، ده مرض، تعالي نوديكي للدكتور نشوف ايه السبب. فهمت ازاي؟ لانه الطبيعي ان البنت اقل من 9 سنين ما يجيلهاش الحيض. فهمت ازاي؟ لكن جالها 9 سنين وشافت الدم ولا مبروك حيض. فهمت المسألة؟ يبقى اي دم ينزل من فرج المرأة قبل سن الامكان او في سن الحيض ولكن ليس متعلق بولادة ولا في حال الصحة يبقى يسموه استحاضة على طول، يسموه استحاضة. وقول أي دمها لا حاجة إليه لأنها هي الدم، قول الخارج أي من عرق في أدنى رحم المرأة. قلت لك رحم المرأة ده عامل زي الكمتراية بالمقلوب كده، رقبتها الضيقة فوق المهبل وجسمها الكبير العريض ده فوق في داخل البطن، ده تجويف البطن كويس. يبقى الدم اللي نازل من التجويف، من تجويف الجسم العالي ده، ده حيض. لكن اللي جاي من الرقبة الضيقة دي ليس مستحاضة. سهلة. أي من عرق في أدنى رحم المرأة يقال له العاذل، بالذال المعجمة وباللام على المشهور. وحكى ابن سيدة العادل بالدال المهملة مع اللام، وفي الصحاح بمعجمة وراء. أظن ابن سيدة، ابن سيدة، مشايخنا كانوا يقولوا لنا ابن سيدة وبعضهم يقول لك ابن سيدة، لكن ابن سيدة هو. بمعجمة وراء العاذل. والعاذر، والعاذر يعني معجمة، الذال معجمة يعني منقوطة، وراء يعني بدل اللام تبقى ره. قوله في غير أيام الحيض أي كأن يكون أقل من يوم وليلة، يعني واحدة شافت نقطة دم عندها 30 سنة فوق 9 سنين وحاضت 6 أيام بتوعها وطهرت واغتسلت وبتصلي، يوم 2 3 لقت نقطة دم نزلت وبعدين انقطعت تاني ما جاتش، يبقى النقطة دي يسموها استحاضة خلاص. طالما أو هي طهرت من حيضها وبعد 10 أيام في طهرها، بقى لها 10 أيام بتصلي كويسة في أمان الله، لقت نقطة دم نزلت الصبح وبعدين على الساعة 10 الظهر كده الضحى نزلت نقطة كمان، على بالليل نزلت نقطة كمان، وبعدين بعد كده ما نزلش تاني، برضه ده استحاضة ما يمنعهاش من الصلاة كويس. مر عليها 15 يوما طهر، اللي هو أقل الطهر 15 يوما، فرأت الدم نقطة الدم نزلت، مع إن هي عادتها طهرها 20 يوم مش 15، طهرها طبيعتها كده، خلقتها ربنا خليها بالطريقة دي، بس هي بعد 15 يوم في المرة دي لقت نقطة الدم نزلت، تعمل إيه؟ تمتنع عن الصلاة، لأن أقل الطهر 15 يوما، فهي قضته خلاص، والمرأة قد تتغير عادتها فتروح ممتنعة عن الصلاة لحد يوم وليلة. لو ما نزلش الدم يوم وليلة تعيد صلوات اليوم ده وما تعتبرش انها حائض. فهمت ازاي؟ لو نزل في خلال يوم وليلة واستمر يوم وليلة لو اقل الحيض يبقى ده حيض جديد، حيض جديد. فهمت المسألة بقى؟ مهم الرجالة تفهم الحاجات دي عشان ستاتهم بيقعدوا يسألوهم وبيبقوا لايصين، والست غلبانة تروح للدكتور ما يعرفش يفتيها، تروح للدكتورة تقول لها اسألي الشيخ، تروح للشيخ تلاقيه مش عارف حاجة، تروح لجوزها تلاقيه برضه ما يعرفش، تبقى مسكينه مش عارفه تعيش، وفي رمضان لا عارفه تصوم ولا تصلي، واذا كانت متطلقه مش عارفه قضت عدتها ولا ما قضتش عدتها، وجاي راجل عايز يخطبها مش عارف توافق ولا لسه ما مرتبطه بالعده، يعني امور بتنبني عليها احكام كتيره، فلازم الرجاله يتعلموها والنساء تتعلمها والمشايخ في المساجد يتعلموها علشان الحاجات دي كلها بترد للنساء. في غير أيام الحيض كأن يكون أقل من يوم وليلة أو يكون مجاوزا ل15 يوما، يبقى أقل من يوم وليلة استحاضة كويس،
أو مجاوزا للخمسة عشر يوما، يعني عدى الخمسة عشر يوما وأقل من يوم وليلة، برضو استحاضة. وقول والنفاس، أيوة في غير أيام النفاس، وبرضو بغير أيام النفاس، بأن يكون مجاوزا للستين يوم، لأن أقصى مدة نفاس ستين يوم، أقل نفاس لحظة بعد الولادة، زي نفاس ستنا فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت تلد ونقطة حاجة بسيطة وتقوم تغتسل وتصلي، ما كانش ليها نفاس مدد، يعني ما كانش يفوتها فرائض بسبب الولادة، عشان كده سموها الزهراء. يبقى أقل النفاس لحظة، واخد بالك؟ لكن أقل الحيض يوم وليلة، أقصى مدة نفاس ستين يوما، أغلب النفاس أربعين يوم، مشهور حتى عند العوام يقول لك أربعين يوم ما ربعنتش، مش كده؟ يعني أربعين يوم. وأقله لحظة، يعني لو المرأة طهرت والدم انقطع وهي والدة بعد أسبوعين تقوم تغتسل وتصلي، مش تستنى الأربعين. فهمت إزاي؟ لأن نفاسها خلاص، ده نفاسها أسبوعين، دي نفاسها عشرة أيام، دي نفاسها ثلاثين يوم، وهكذا. فلو امرأة مر عليها الدم بعد الولادة ستين يوم وطهرت، أقصى مدة ستين يوم، فقامت طهرت واغتسلت والحمد لله هتصلي، بس تلاقي نقطة الدم نازلة تاني، نقول لا برضو صلي، لأن ده استحاضة، لأن ده أقصى مدة نفاس ستين يوم، خلاص عدت، صلي خلاص في رمضان صومي. فهمت إزاي؟ ولا يتصور أن يكون ناقصا عن أقل النفاس، لأن ما وجد منه يكون نفاسا وإن قل. وشمل قوله في غير أيام الحيض والنفاس ما تراه الصغيرة والأيسة، فهو استحاضة. يبقى الأيسة يعني اللي انقطع حيضها، واحدة انقطع حيضها وبقى عندها 80 سنة وشافت نقطتين دم وقعدوا معاها يومين ثلاثة، يعني نزيف بقى، دي بقى لها عندها 80 سنة خلاص، هتقول لها حيض؟ ده هتضحك عليك. فيبقى دم ده استحاضة، كويس؟ أو امرأة شافته طفل قبل تسع سنين، شافت دم، ما نقولهاش برضه ده حيض، نقول له ده استحاضة، روحي اتعالجي وصلي. فهمت ازاي؟ ولا تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم وغيرهما، يعني من ايه؟ من اتيان الزوج زوجته وغير ذلك. مما يمنعه الحيض، لأنه حدث دائم، فتغسل المستحاضة فرجها، فتحشوه، فتعصبه، فتتوضأ بعد دخول الوقت اللي هو وقت الصلاة، وبعدما ذكر تبادر، وبعدما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث. يعني بيقول لك أحكام المستحاضة هتعمل إيه؟ قال لك هتصلي، بس هتعمل إيه؟ تستنى دخول الوقت، ما تنفعش تتوضأ قبل دخول الوقت، تستنى ما يدن الأذان، وتروح داخلة مطهرة نفسها وحاشية، علشان أي دم ينزل بعد الوضوء يبقى يلاقي حشو يمنعه، فما يوسخش المكان اللي هتصلي فيه، وتعمل حفاظة. والحاجات دي متوفرة دلوقتي بالنسبة للستات اليومين دول عن زمان، زمان كانوا بيعطوا خرق ويربطوا وسطهم ويعملوا مش عارف شغلانات كده صعبة، لكن دلوقتي بقت سهلة، وفي بالأجنحة ومن غير أجنحة، والشغلانة معروفة، وبقوا عندهم بجاحة وبيعلنوا عليها في التلفزيون، والبجاحة موجودة، والحياء اترفع، ودي من علامات القيامة برضه، فربنا ينجينا يا سيدي. تعمل الشغلانة دي بعد دخول الوقت، وتروح متوضية وتسارع بأداء الفرض، ما تقعدش بقى تطبخ وترد على التليفون وتروح مشوار وبعدين تصلي، لا تسارع عشان تقلل الحدث، دي أحكام دائم الحدث. يبقى هنقف في الحتة دي ونكمل المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت، وإحنا هناخد أجازة شهر 8 إن شاء الله، كله من أول 8 إلى آخر شهر 8 أجازة، وأجازة شهر رمضان، فبشرى يا عرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك.